السلام عليكم، جميل، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم عن مساله اللي هي flow about thin flat plate. دي الصوره المفروض اللي كانت معاكم او اللي انتوا بعتوها. احنا هنستخدم الكنترول فوليومز ايكويشنز او governing ايكويشنز نيفيل ستوكس اللي هي الكونتينيوتي والمومنتوم والانرجي، ونطبقها على كنترول فوليوم حوالين الفلات بليت، بس طبعا بعد ما نحط بعض الاسامبشنز كتير. اوكي، الفكره كلها ان دي المساله للرسمه عندنا الاكس واي الفلات بليت، وده الكنترول فوليوم فوق الفلات بليت. عندنا الاسامبشنز ديت، عندنا ده الريكويرمنت، ده اللي المفروض هيطلع لنا في الاخر. تمام، الدراج كوفيشنت وهيطلع لنا بكام؟ هيطلع لنا 0.00389. اوكي، هنطبق الماس ايكويشن اللي هي الكونتينيوتي ايكويشن، هنطبق المومنتوم ايكويشن اللي هي السكند لو اوف نيوتن او نيفيل ستوكس ايكويشن، هنطبق بس. وبعد كده طبعا هنستخدم بعض يعني دي يعتبر ده زي انترميديت ريزلتس هتطلع لنا في النص، يعني هنتاكد انها طلعت لنا، وفي الاخر هنجيب السي دي. اوكي، تعالوا نشوف مع بعض كده ازاي نحلها. دي كده اول حاجه خالص، دي الرسمه اللي معانا. اوكي حلو، زي ما انتم شايفين كده انا عندي يعني خليني بقى ايه، ابقى كومنت كده وبقلم. اوكي، انا عندي فور دايركشنز، عندي ان واحد، انا عملت فور دايركشنز، ان واحد فوق هنا، ان اتنين تمام، وعندي هنا ان ثلاثه، وعندي هنا ان اربعه. اوكي، تعالوا بقى نشوف الاسامبشنز اللي موجوده معانا. الاسامبشنز موجوده معانا احنا ستيدي و2D، فبالتالي التغير مع زد بزيرو والسرعه دبليو بزيرو. عندنا السرعه بتاعتنا بتبقى ايه؟ يو في دبليو، صح كده؟ يو في الاكس، في في الواي، دبليو في الزد، فالزد بزيرو والتفاضل بالنسبه للزد بزيرو والتفاضل بالنسبه للتايم بزيرو، انها شغاله ستيدي. اوكي حلو قوي، عندي انفينيتي. ثانية واحدة معلش. أوكي. أوكي. عندي ال أنا فين؟ أنا هنا. أوكي. عندي ال U infinity بار بيساوي ال U infinity. أوكي. حلو جدا. ماشي. أوكي. دي ما فيهاش مشكلة. هو مدينا سرعة بيو infinity وخلاص. الرو كونستنت انكمبريسبل فلو أو لو سبيد فلو. تمام. ال U بروفايل اللي هيخرج من هنا أنا عندي فيه فيلوستي بروفايل. ليه بقى؟ لأن أنا عندي الفلات بليت أهو. فالفيلوستي لو داخل معايا كده يبدأ السرعة تساوي زيرو هنا. تمام، وتبدا تزيد، تبدا تتغير بالشكل لحد لما توصل للبروفايل او الفيلو ديفيلت فلو عند الشكل ده. اوكي حلو قوي، فبالتالي هو مدينا البروفايل اوريدي عند الاوتلت بكام. اوكي ماشي، ومدينا كمان البريشر كونستنت فور ذا انتاير كروس سكشن، يعني البريشر كونستنت بالكامل من اول فوق لحد تحت ومن اول هنا لحد هنا. تمام، كمان في اي ثينك خلال الكروس سكشن، يعني البريشر هنا 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 كله ثابت. تمام، فهو قال لك خلاص يبقى الفورس، وما دام هنا البريشر هنا زي هنا، فبالتالي الفرق البريشر لو انا كملت على الكروس سكشن مفيش فرق. هو قال لك ان البريشر هنا هيخش بي اتموسفيرك وهيطلع بي اتموسفيرك. حلو قوي، ده معناه ايه؟ ان مفيش فرق، فبالتالي مفيش فورسز هتيجي نتيجه البريشر، يبقى الفورسز كلها هتيجي نتيجه الايه؟ فاكرين احنا في سنه اولى كنا اتكلمنا في ايه؟ ان البريشر حوالين اي جسم او الدراج فورسز اللي بتيجي حوالين اي جسم بتيجي من نوعين، يا اما بريشر فورسز يا اما شير ستريس فورسز. هو قال لك ان البريشر فورسز مش موجود، فيبقى بالتالي احنا ما عندناش غير شير ستريس، صح كده؟ اذا فما عندناش اف بريشر. تمام، وما عندكش في بادي فورس، يعني ما فيش ماجنتيك، ما فيش الكتريك، ما فيش هيت سورس، ما فيش انت بتشد بحاجه، حد بيرمي الفلات بليت ده بحاجه، فما فيش بادي فورس عليك. اوكي، فانت ما فيش بادي فورس، البريشر بزيرو، او الاف بريشر جاي يعني البريشر فورسز اللي جاي على الفلات بليت بزيرو، وبالتالي ما عنديش غير الشير ستريس. اوكي حلو جدا، كويس قوي الاسامبشنز دي. تعالوا بقى نشوف احنا مع بعض المساله. انا هشوف مع بعض المساله بتاعتي. انا دلوقتي هرسم الفلات بليت تاني اهو، واحط الكنترول فوليوم. اوكي، انا عندي اربعه دايركشنز، قلت عندي ان واحد ان اتنين، طبعا اليوني داير او النورمال دايركشن اللي بره، ان تلاته ان اربعه، صح كده؟ اوكي، فبالتالي يبقى ان واحد ايه؟ لو ده الاكس، معلش مش عايز اكتب اربعه ليه؟ اوكي، لو ده الاكس واللي فوق الواي، اوكي، يبقى الان واحد هو ايه؟ هو واحد زيرو، ناقص بس واحد ايه؟ بالسالب، صح كده؟ ان هو عكس الاكس، الاكس كده وانا كده، يبقى الان واحد ايه؟ ناقص واحد وزيرو. اوكي، خلي كل حاجه بقى في الاكس والواي، انا بجيب كل حاجه في الاكس والواي. الان 2 هو ايه؟ هو 0 1، صح كده؟ حلو. الان 3 هو ايه؟ في الاكس، يبقى 1 0، صح؟ الان 4 الكومبوننت بتاعتها 0 ناقص 1. اوكي، في حد عنده مشكله هنا؟ اسينك واضحه. الفلوسز بقى، الفلوسز انا داخل عندي الفلوسز هنا ايه؟ يو انفينيتي، صح كده؟ و0، مفيش فلوسز في الواي، فلوسز بس في الاكس ويو انفينيتي، صح؟ اهي الفي 2، لا انا عندي يو انفينيتي كده، وعندي كمان في سرعه لفوق لان حصل تغير، صح؟ مش في فلو كده جاي على الفلات بليت وحصل تغير في الفلوستي، واكيد في فلو جاي كده وفلو جاز اللي تحت وحصل تربلنس وحاجات زي كده، فبالتالي اكيد هيبقى عندي في حتى مسميها في ايه، سمول، اللي هو ايه؟ فلكتويشن، يعني تغير في السرعه،
اوكي حلو قوي. الفي 3 السرعه اللي خارجه من هنا انا ما عنديش، أنا الاتجاه اللي خارج خارج كده صح كده، فبالتالي ايه انا ما عنديش في الفي بس عندي في الايه في الواي. هو قال لي يو اوف واي صح كده ومديني اهو، حد عنده مشكله هنا؟ اوكي في 4 بقى ده الفلات بليت ده الوول صح كده، ده الوول السرعه على الوول بكام؟ بزيرو، يبقى زيرو زيرو. حلو حلو اوكي. انا هحتاج الدوت برودكت ديت بعدين هقول لكم ليه، بس هحتاجها يعني ان 1 دوت في 1. انتوا عارفين الدوت برودكت صح كده ولا ايه؟ مش عارفينه؟ عارفينه صح كده؟ لو انا مثلا عندي دوت برودكت 2 3 مضروبه في يعني فيكتور 3 4، فده معناه ايه؟ لو ده دوت برودكت ده بيساوي ايه؟ يبقى 2 في 3 صح كده بلس 3 في 4. اوكي حد عنده مشكله يعني؟ اوكي اي ثينك انتوا خدتوها يعني في الاغلب، يعني في الاغلب. اوكي نفس الكلام هنا، يبقى ان 1 دوت في 1 يبقى اديك ايه؟ ناقص يو 1 ده في ده زائد 0 في 0، ده يبقى 0 في يو انفينيتي بلس 1 في في اي. اوكي ان 3 دوت في 3 يبقى ايه؟ يبقى يو اوف واي. ان 4 دوت في 4 يديني ايه؟ يديني 0. اوكي حلو. بعد كده عندي بقى ايه الكروس سيكشنز. ايه الكروس سيكشنز دي؟ خلينا بقى ايه نمسح اللي احنا عاملينه ده. تمام، فانا مسحت كل حاجه. تعال بقى نشوف بدات. انا عندي يعني لو ده الفلات بليتس اوكي، فانا عندي اوكي ده الكنترول فوليوم. فالكنترول فوليوم ده كاني يعني ايه هو يعني ارسمه 3 دي كده، ايه رايكم؟ تمام، فبالتالي انا عندي في فلو داخل من هنا وخارج من هنا، فده في ليه كروس سيكشن صح؟ ده دي اريا 1 ده دي اريا 2 اللي هو ده، وده دي اريا 4 لا ده دي اريا 2 اللي فوق، وده دي اريا 3 وده دي اريا 4 اللي هو اللي تحت صح كده؟ فدي اريا 1 هو ايه؟ لو ده الاكس وده الايه؟ الزد صح، ده الزد، واللي جوه ده الواي، يبقى هو دي واي في دي زد صح كده اللي هو ده. حلو، والدي ايه 2 هو دي اكس دي اريا 2 دي اريا 2 هو لا ثانيه واحده، دي اريا 2 اللي هو فوق، يبقى هو الدي اكس في الدي لا ثانية واحدة بقى، يبقى معلش يبقى ده الزد ده الزد وده الواي. خلينا نرسمها تاني كده اهو، ده كده ده الواي وده الزد تمام كده. حلو، يبقى الدي اريا 1 هو ايه؟ هو الدي واي في الدي زد. حلو اهي صح مظبوطة. الدي اريا 2 اللي فوق ده اللي هو السقف دي اكس في الدي زد صح. الدي اريا 3 الدي واي في الدي زد. الدي اريا 4 الدي اكس في الدي زد برضه. اوكي حلو قوي كده. واسيوم بقى ان الدي زد بواحد، يعني السكنس اللي جوه ده الويتس بواحد. اوكي يبقى انا عندي كده اكس واي والزد هو الايه السكنس. اوكي تعالوا بقى نبتدي مع اول معادله، اول معادله اللي هي الكونتينيوتي. هو مديها لنا حتى اهي، بص كل انا اعوض، بس انا بعوض اهي، هي دي معادله الكونتينيوتي. قال لك ان انت اصلا التغير مع التايم بيساوي زيرو، اذا الترم ده بيساوي زيرو اهو شلناه. اوكي اهو شلناه خلاص بقى التكامل في كروس سيكشن رو في دوت دي اريا. حلو، خلي بالكم هو قال لك ايه؟ ان الدي اريا هي ان اللي هو النورمال دايركشن في الدي اريا سكيل الرقم كبير، فان دي دي صح كده؟ حلو، فبالتالي يبقى احنا هنقول بقى ايه؟ يبقى الرو في دوت ان دي اي صح كده؟ وما ده يبقى انا ايه؟ بس انا بقى عندي كام كروس سيكشن؟ يعني خلي بالك انا عندي كام كروس سيكشن؟ انا عندي 4 كروس سيكشن صح؟ انا لسه قايلينهم فوق اهو، 1 2 3 4 صح؟ يبقى على اول واحد يبقى رو في رو في 1 في دوت ان دي اي 1 ان 1 دي اي 1 بعد كده بلس كروس سيكشن 2 رو في 2 دوت ان 2 دي اي 2 كروس سيكشن 3 رو في 3 دوت ان 3 دي اي 3 بعد كده كروس سيكشن 4 رو في 4 دوت ان 4 دي اي 4 صح كده؟ هنقسم على الرو عشان كده كده الرو كونستنت صح؟ مش نخلص منها، شلناها هون المعادله. اوكي؟ حلو. تعالوا بقى نعمل الدوت، فاكر الدوتات قلت لكم مهمه ازاي؟ اهي اهي هي دي صح كده؟ اهي يبقى ال في 1 دوت ان 1 ال في 2 دوت ان 2 ال في 3 دوت ان 3 ال في 4 دوت ان 4 في الاخر لما نعوض بقى بده يعني ده هيدينا يو ناقص يو انفينيتي، ده هيدينا في اي، ده هيدينا يو اوف واي، ده هيدينا 0. اوكي لما نعوض يطلع لنا الثلاث ترمات دول، الترم الرابع راح فين؟ ما هو بزيرو صح كده. حلو نكمل بقى، انا عندي بقى التكامل بكامل فين؟ انا هحط، هو قال لك حط الدي زد بكام؟ حط الدي زد بكام؟ واحد صح كده، حط الدي زد بواحد. هل هو فرضها هنا؟ هل هو قالها لي هنا؟ ما قالها ليش، بس انا طبعا لازم اعملها كده
عشان هو ما قالهاليش، فبالتالي لازم اسهل على نفسي المساله، فانا احط الدي زد بكام؟ واحد. هو سالك كمان ان انت عندك ايه يعني ايه، ما فيش تغير اصلا فيها، فانت 2 دي، فبالتالي اذا الدي زد احطها بواحد. اوكي حلو قوي كده تمام معلش. فبالتالي انا هشيل ده وهشيل ده وهشيل ده وهشيل ده. اوكي حلو. نبص بقى الدي واي بنكامل من اللي فين؟ الدي واي هنكامل من اللي فوق دي، الواي ده اللي فوق. اوكي بكامل من زيرو لحد دلتا. يعني ايه 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 من زيرو لحد دلتا ده؟ لان انا عندي التغير فين يعني، خلوني بس معلش كده اجيبها لكم. فين الدلتا؟ اهي الدلتا اللي هو الارتفاع ده، فانا بكمل من اول هنا لحد هنا صح كده. حلو. وفي الاكس بكمل من ايه؟ من الزيرو لحد ايه؟ لحد اكس تمام. فبالتالي احنا بنكامل في الواي من زيرو لدلتا، وفي الاكس من زيرو لايه؟ للكورد اللي هو السي. حلو قوي. تعالى نكمل بقى تكامل الدي واي من زيرو لدلتا والاكس من زيرو سي، فلما نكمل دي هيدينا ايه؟ ناقص يو انفينيتي في تلتا. سهل بكل سهوله. الفي اي لما كاملها بالنسبه للدي اكس، لا ما اعرفش ليه، لان انا اصلا مش معايا الفي اي، انا معيش الفلكتويشن اوف فيلوسيتي، فاكرين اللي قلت لكم عليها؟ انا عندي الفلو اهو، ده قصدي الكروس، ده الكنترول فوليوم، فلو هيخش من هنا، فلو بقى انا هيخرج ايه؟ ناحيتين يعني ايه؟ اه ماشي، هيخرج كده ويخرج كده صح كده؟ فبالتالي انا عندي اليو انفينيتي وعندي الفي اي، انا معيش الفي اي اصلا، وهنا هيخرج اليو اوف اي. اوكي فدي معايا دي معايا دي مش معايا، فمش هعرف اكملها، فهسيبها زي ما هي. اوكي اليو بقى يو اوف اي هو مديها لي صح كده، هو مديها لي اهو الصوره اهي، هي يو اوف اي في اي على يو انفينيتي في اي على دلتا اس اي 1 اوفر 7 تمام. حلو. فبالتالي لو انا كملت بقى الكلام ده كله هيدينا ايه؟ تعالى بقى نكمل ده، لما نكمله هيدينا ال بص معلش ده في قوس هنا يعني، عشان برضه ما تبقوش متلخبطين، يعني مش على الدلتا، هي واي اوفر تلتا على القوس كله يعني، انا حاططها لكم هنا اهو تمام، حاططها لكم هنا اهو تمام. حلو. فبالتالي ماشي. فبالتالي بقى لو كملنا الكلام ده يبقى يو انفينيتي في واي على دلتا، فلما نكملها تبقى ايه؟ بدل 1 اوف 7 تبقى ايه؟ 8 اوفر 7 مضروبه في الدلتا تمام كده. ففي الاخر ده التكامل ده هيدينا الحته دي، يبقى تكامل ده هنودي ده الناحيه الثانيه تمام، ونجمع عليه ناقص يو انفينيتي دلتا يعني تمام كده، في الاخر يو انفينيتي دلتا على 8. اوكي ونشوف هل هو ده اللي هو اتقاله هيطلع في النص ولا لا. هو قال فعلا اهو، بصوا اهو، مش هو قال في انترميديت ريزلتس اللي هو تكامل الفي اي دي اكس اهو من 0 سي هيساوي يو انفينيتي في دلتا على 8، يبقى انا كده ماشي صح. ده كده اللي جاي من الايه؟ من الماس ايكويشن. مش بعد كده في المومنتوم ايكويشن او السكند لو اوف نيوتن او نيفير ستوكس ايكويشن، هي بتقول ايه بقى؟ ولا تكامل الرو في دي في الكنترول فوليوم تي دي ده هيساوي زيرو، لان انا استدي بيساوي رو في في دوت دي اس اللي هي رو في في قوس رو في دوت دي اي تمام. وقال لك ان هي المفروض بتساوي البادي زائد السيرفس، انا ما عنديش بادي ما عنديش بريشر، عندي شير بس، عندي شير بس يعني ما عنديش بريشر ما عنديش بادي عندي شير بس. والشير قال لك خده ناقص دي على الاثنين اوف اي في الاكس. ايه ايه اوف اي دي؟ انت المومنتم ايكويشن ثلاثه دايركشن، في الاكس وفي الواي وفي الزد، اوقات بنسمي الدايركشنز دي اي جي كي، مش عارف انتوا خدتوا لينا الجبر ولا لا، بس يعني اي جي كي. هو قال لك اوف اي يعني انا عايز بس المومنتم ايكويشن اوف ايه؟ اوف اكس دايركشن، ده اللي انا هشتغل عليها، يبقى المومنتم ايكويشن اوف اكس دايركشن. اوكي حلو قوي. يبقى دي اللي انا بس هشتغل عليه، ولا هشتغل على دي ولا هشتغل على دي. حلو قوي كده. يبقى كل الفي الفي دي هتتحول لايه؟ ليو تمام، اللي في الاتجاه الايه؟ اللي في اتجاه الاكس. انا بس هجيب السرعه اللي في الايه؟ اللي في اتجاه الاكس تمام. حلو قوي. تعالوا بقى نشوف المعادله. يبقى انا عندي ايه؟ رو في مضروبه في قوس رو في دوت دي اي تمام كده. ونبدا بقى نعوض بقى. قال لك اول حاجه خلاص ان انا شغال في الاكس، يبقى ايه؟ وانا عندي كام كروس سيكشن؟ عندي 4 كروس سيكشن. فين اهم تمام؟ اهو واحد، تعالوا نرسمها 3 دي كده، ده الاول ده الثاني ده الثالث ده الرابع بتاع الوول صح كده. يبقى انا عندي اول واحد يبقى رو في 1 في في 1 تمام كده، والرو تطلع بره لان الرو اصلا انكمبريسبل ثابته دوت ان دي اي 1، لان الدي اريا بار هو قال لنا تفك ازاي؟ تفك ان في الدي اريا صح كده، لان هي ان دايركشن. نعمل بقى رو في 2 في قوس في 2 دوت ان 2 دي اي 2، بعد كده رو في 3 في في 3 دوت ان 3 دي اي 3، بعد كده رو في 4 في في 4 دوت ان 4 دي اي 4 تمام. حلو. بيتساوي بقى ناقص دي على الاثنين اوف اي تمام. انا هشتغل دلوقتي في الاكس دايركشن بس، في الاكس دايركشن بس. حلو قوي كده. حلو. وقال لك ان الرو كونستنت. تعالوا بقى ايه نعوض. احنا دلوقتي الفي لما نضرب الفي 1 في الدوت يو 1 يعني ده، لما نضربهم في بعض هيدينا ايه؟
تعالوا اهو، فاكرين مش قلت لكم ده مهم قوي، البتاع دي مهم قوي، ناقص يو انفينيتي، ناقص يو انفينيتي في الفي 1، الفي 1 في اتجاه الاكس هي بتساوي ايه؟ اليو انفينيتي في الزيرو، يبقى انا هاخد اليو انفينيتي بس. حلو قوي، حلو. بعد كده الفي 2 في الـ في دوت ان 2 هيدينا الفي اي، تمام. نشوف بقى الفي 2 في اتجاه الاكس بتساوي ايه؟ بتساوي اليو انفينيتي، الفي اصلا 2 بيساوي ايه؟ بيساوي اليو انفينيتي والفي اي، انا عايز بس اللي في اتجاه الاكس، فاخد اليو انفينيتي اهي. بعد كده الفي 3، الفي 3 اصلا بتساوي ايه؟ بتساوي اليو انفين اليو اوف واي وزيرو، صح كده؟ فاخد بس اليو اوف واي، وهنا اصلا بتساوي زيرو، فيساوي زيرو بس. فلما نعوض بقى بالكلام ده كله هنا هيدينا في الاخر ايه؟ الثلاث ترمات دول، ناقص يو انفينيتي تربيع في الدي واي، بعد كده يو انفينيتي في الفي اي دي اكس، بعد كده يو في واي تربيع دي واي بيساوي ناقص دي على الاثنين رو، انا فاكر احنا قسمنا على الرو لو فاكرين. حلو، لو انا كملت دي بالنسبه للدي واي هيدينا في الاخر دلتا، صح كده؟ دي بقى دي معايا اصلا، مش انا لسه جايبها من فوق، فاكرين؟ فاكرين اهي؟ هي بتساوي يو انفينيتي دلتا على ايه؟ على 8، صح؟ فاقعد اعوض بيها على طول اوتوماتيك. دي بقى لازم اكملها بقى، ليه بقى؟ لان دي يو تربيع يو اوف واي بيساوي ايه؟ بيساوي يو انفينيتي في واي على دلتا اس 1 على 7، لما اخد التربيع ليها تبقى ايه؟ تبقى يو انفينيتي تربيع، وهنا تبقى اس 2 ايه؟ على 7، صح كده؟ بس تطلع يو انفينيتي تربيع بره وكامل دي بالنسبه للواي، تدينا 2 على 7 تبقى 9 على 7، واقسم على الدلتا او اضرب في الدلتا، معلش تمام، انا بقسم على القسم يعني، فبالتالي تبقى دلتا بس، ونعوض بقى بالكلام ده كله، هيدينا في الاخر بقى ايه؟ الترم ده اهو، يعني اجمع ده مع ده هيدينا ده، ودي هتنزل في في دي اكس ناقص دي على 2 او. فدي المعادله الثانيه، انا كده معادله، معادله اولى ومعادله ثانيه. المعادله الاولى بتساوي ايه؟ بتساوي ان التكامل 0 سي في اي دي اكس بيساوي يو انفينيتي في الدلتا على 8، صح كده؟ فانا بس هشيل دي واعوض عنها بكام؟ بيو انفينيتي دلتا على 8. فلما اعمل كده هيديني ان في الاخر بصوا يعني ده هيبقى شكله عامل كده اهو، يو انفينيتي 7 على 72 في الدلتا بيساوي ناقص دي على 2 رو، فيبقى الدي نودي ده الناحيه الثانيه 7 على 36 في يو انفينيتي دلتا رو، تمام كده. السي دي بقى بيساوي ايه؟ السي دي بيساوي دراج، صح؟ ده الدي ده دراج فورس، خلي بالكم، نص رو في انفينيتي تربيع على الاريا، الاريا اللي هي السي مضروبه في الويتس اللي هو واحد عندنا، صح كده؟ قال لك عند انهي دلتا؟ تاني عند انهي دلتا؟ عند دلتا بوينت او 1، لان بقى لان الدي بتساوي 7 في 36، الدي بقى بتساوي 7 على 36 مضروبه في يو انفينيتي مضروبه بقى في الدلتا اللي هي بوينت 01 سي، صح كده؟ مضروبه في الرو، فالرو هتروح مع الرو، اليو انفينيتي هتروح مع اليو انفينيتي، السي هتروح مع السي، في الاخر يتبقى لنا اللي هو ده اللي هو 7 على 1080 اللي هو الرقم ده. تعال ميك شور كده، ايوه نفس الرقم 100 100. واحنا كده خلصنا اول مساله، اوكي؟ ان شاء الله نخش بقى الفيديو اللي بعده، هنعمل مساله اللي هي بتاعه الكنترول فوليوم فلو ان بايب اللي هي ديت، اوكي؟ وتالت فيديو ان شاء الله هيبقى بتاعه الاير فويل، اللي هي ممكن ان شاء الله تيجي في الامتحان، اوكي؟